جاءه عقيل بالماء الساخن صبه في كوب وقدمه للإمام العسكري. حمل إمامنا العسكري كوب الماء وأراد أن يشرب، فبدأت يده ترتجف وترتعد حتى بدأت تصطك أسنانه. شرب منه قليلا وعاد فوق جبينه وسكن أنينه، أدار عينيه، مد يديه ورجليه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. شهقا شهقة